ونتابع هذه الصور من العاصمة الإسبانية مدريد لمظاهرة مطالبة بإنهاء الحرب على غزة. إذن نذكر بأن ما ننقله لحضراتكم الآن على الهواء مباشرة هو جانب من مظاهرة حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة بوقف الحرب ووقف العدوان على قطاع غزة. وكما تظهر الصور يرفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية كدليل على تأييدهم لفلسطين وتنديدهم بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.